عباس، مصممة اكسسوارات مضيئة وأعمال فنية متنوعة. أنا مشغلة في المجال الهاند ميد من وأنا في الجامعة، بس شغل بجد شغل بجد بقالي حوالي 3 سنين أو 4 سنين. أنا متزوجة وعندي بنوتين صغيرين، والحمد لله أنا أصلاً ابتديت شغل بعد ما جبت بنوتي التانية كمان، لأن لقيت الدنيا هتقلب معايا بقى، لا عايزة أطلع طاقتي في حاجة، عايزة أثبت ذاتي، عايزة أعمل حاجة أنا بحبها. والفترة اللي قعدت فيها إن أنا ما مارست الهواية اللي أنا بحبها، حسيت إن أنا يعني فاقدة الإحساس بكل حاجة، مش عارفة أدي ولادي حتى السعادة اللي أنا المفروض أديها لهم. أنا بستخدم ألوان مضيئة، بستخدم ألوان إزاز، بستخدم دلايات معدن، والإزاز اللي بلزقه على الدلايات بستخدم بقى عقيق، بستخدم أحجار متنوعة، بستخدم سلاسل، بستخدم الفرش طبعا مهمة جدا، بستخدم ساعات الإكلادور المنكر الأظافر، وبستخدم الأخشاب، استخدمت الأخشاب في كذا حاجة. يعني الألوان المضيئة احنا ممكن نستخدمها مع الدلايات، لو هنستخدمها مع الدلايات هنفرشها جوه الدلاية، هنفرد المساحة كلها جواها، نسيبها تنشف شوية، نخليها مسطحة، نلزق الإزازة عليها بغير أبيض أو أمير، ونسيبها تنشف شوية. ممكن نعمل عليها أسامي، يعني أنا ساعات بعمل أسامي مخصوص، ممكن نعمل أسامي، نكتب أنت عمري، نعمل نهدي بعض بكلمات حلوة. استخدمتها كمان على الخشب، على الخشب ممكن نفردها على الخشب برضو ونرسم أي رسمة فوقيها، نرسم السماء، نرسم السحاب، نرسم الكواكب. هي أصلا بتتقال عليها جالاكسي، فجالاكسي دي اللي هي الكواكب. أنا عايشة أصلا في العالم الخارجي ده، أنا عايشة مع العالم الخارجي ده، بحب أرسم السماء والسحاب والنجوم والحاجات دي كلها. بتتشحن 8 ساعات تنور 8 ساعات، اتشحنت أقل تنور أقل. هي كمان في الإضاءة بتاعتها بتاخد، يعني لو شحنتيها فترة طويلة تستمر معاكي مدة أطول. دخلتيها في إضاءة مختلفة، يعني حطيتيها في إضاءة وسط تبقى هي مدية معاكي نور شوية، هتحطيها في ضلمة هتلاقيها هي معاكي متوهجة جدا. صعوبات طبعا الخامات زي الألوان المضيئة دي صعبة جدا ان انا الاقيها، كمان غالية جدا. انا ما بعملش كمان حاجاتي غالية، يعني عايزة اقولك ان انا ساعات ناس بتسألني بتقولي هو لا انت كده حاجاتك رخيصة فممكن تكون الخامة مش حلوة. لا انا بعمل كده عشان اسعد الناس مش اكتر. الخامات هي اهم حاجة بالنسبة لي. طبعا التسويق دوت صعب جدا بالنسبة لناس كتير، بس ده مش مهم بالنسبة لي قوي، يعني التسويق مش مهم بالنسبة لي قوي، لان انا بحب اعلم البنات وهم يعملوا بنفسهم. يعني في الجامعة كنت بعمل دبابيس طرح وحاجات كده بعجينة السيراميك، بعد كده ابتديت اعمل لوحات عادية بالالوان الاكليريك والالوان الزيت، وبعد كده دخلت فيها الالوان المضيئة. كانت من حوالي 3 أو 4 سنين دخلت فيها الالوان المضيئة. طبعا التسويق ما كانش شغال معايا قوي فاتركنت، يعني الالوان المضيئة دي اتركنت. بعد كده جات لي مناسبة حبيت اهدي قريبتي هدية، فكانت طالعة الاكسسوارات دي مستوردة، عجبتني قوي، كانت حسيت برضو ان هي عاجباها، فحبيت ان انا اعمل يعني اجرب. كانت الدلاية عندي وكانت الازازة عندي، ورحت جايبة الالوان وفرشها في الدلاية وحط عليها الازازة ولزقها، وجربت كذا مرة لحد ما طلعت معايا اخر مرة والحمد لله طلعت مظبوطة. بنصح كل البنات ان انت طول ما انت قاعدة جربي، يعني جيبي خامات بسيطة، ابتدي بخامات بسيطة في الاول وجربي واحدة واحدة، طوري نفسك، ابدعي. اول مرة ممكن تقلدي، اول مرة ممكن تطلع مش كويسة، تاني مرة هتطلع احلى، تالت مرة هتطلع احلى، ايدك هتظبط، هتبتدي ان انت تعملي تصميمات خاصة بيكي محدش عملها غيرك.